هير دريسر اللي سماحه اللي المزين الصديق للمشاهير. اكيد بدنا نحكي اليوم بجديد وب 2023 من اخر التسريحات وحكايته مع النجوم وبالسنتر الجديد من زحله لعنا دغري. اهلا وسهلا فيك الي، شرفتنا. اهلا فيكم، مساء الخير تمام، مساء الخير كريم، مساء الورد، وبعيد الفالنتين ان شاء الله بتضل هالمحبه موزعه على كل هالبشر ويضلوا يحبوا بعضهم ويضلوا يساعدوا بعضهم وما حدا يترك حدا. يا امين يا رب. اهلا وسهلا فيك الي من دار السلام، جاية لعنا ما هيك؟ أكيد. زحلة اللي هلا مليانة بياض مفروض تكون كلها تلج، صحيح. صحيح؟ ان شاء الله هالبياض هيك بعم على كل لبنان وقلوب العالم. الي خلينا نحكي، بدي بلش انا من الاخر، اوكي؟ بدي بلش انه انت اذا ما نفوت على هايب ادفايز هايب اوديتور، هايب اوديتور انا والميموار تبعي هايب اوديتور، بنشوفك بلبنان خاصه اللي هو موقع جوجل العالمي، بنشوفك انه انت من اهم الانفلونسرز بما يخص البيوتي بلبنان. صحيح. خبرنا عنها، وانت ما كنت عارف هيدا الشيء، هن تواصلوا معك، اجاني تليفون قالوا لي الف مبروك، بدو يكرموني، ان الله راد بنعلم بعدين عن اللوكيشن وعن شو رح يصير. طلعت النمبر 1 هيدي السنه بلبنان 2022 بالبيوتي. نعم. اللي خاصه بالجمال، اللي خاصه بالشعر، اللي خاصه بالميك اب، بكل شيء بيوتي بالكاتيجوريز هن اللي بيصنفهم جوجل لحاله. نعم. فطلعت النمبر 1 هيدي السنه وكتر خير الله. يعني الانسان اللي بيتعب بيلاقي، اكيد اكيد مفروض انه الانسان اللي بيتعب بيلاقي، بس كهير دريسر شو بيعني لك هيدا الموضوع؟ يعني شو اللي بيميز الي؟ ليش انت؟ تمار الانسان شو بيعمل كل حياته؟ بضل يركض ويطلع، يركض ليطلع ليتقدم. يعني اذا كل هالركضه ما وصلنا لمطرح ما بدنا، يعني عم نركض على الفاضي. المهم الانسان يعرف وين عم يركض، بس المهم يعرف وين عم بكب تعب، وين يعرف وين ربنا عطيه الموهبة ليكبها على الناس. من البداية كنت عارف إلي رح توصل لهون؟ للصراحة إيه كنت عارف. يعني هيدي الرؤية اللي عطاني إياها ربنا لما كان عمري 13. حلو. كنت عارفين إنه رح أوصل أكيد. وما بتخلص. ما بتخلص أكيد. يعني وصلنا بس بعد في كثير. اكيد هيدا الموقع ما في وسايط، ما في شيء، هذا موقع عالمي. صحيح. بناء على شو بيختاروا؟ بناء على الانجيجمنت، على اللايكس، الريل، الكومنتس، الفيوز، الريتش، كل شيء. هو بيصنف لحاله الريل، اهم شيء انه الريل الحقيقيين. مزبوط. يعني كل شيء المشاهد اللي بتشوفك الحقيقيه، في كثير يمكن فيكس اكاونت او شيء كمان عندهم ارقام خياليه بتشوفيها، بس هن منهم مصنفين. مزبوط. لانه منهم ريل. هن اكيد هيدا الشيء بصنف لحاله هن بيعرفوا الحقيقة. اكيد. صحيح. اكيد هن بيعرفوا. صحيح. طب الي يعني حاطط تقلك على السوشيال ميديا؟ عندك حدا بيشتغل لك لو وصلت لهون بهيدي الطريقه؟ نحن جروب كبير ومتكامل. التعب الاول هو انا تعبت كثير. يعني انا بعد الشغل في عندي كل ليله سهره 5 ساعات على الشغل وعلى المونتاج مع المساعده. بتشرف كمان على أكيد. كل اوكي، ما بينزل ولا شيء على السوشيال ميديا مش انا حاطط بصمتي عليه. ان كان من مونتاج، ان كان من تصوير، ان كان من لقطه، ان كان من حيالله شيء، هو انا الاساس بهذا الموضوع. في المساعده ما بيمشي بلا مساعده، بس هو البصمه هي انا اللي بحط عليهم كلهم لينزلوا، لحتى يعني اعمل كونفيرماسيون لهالموضوع تكون راضي. صح. لانه كثير جربت، كثير اخذت كثير مقاييس من كثير اشخاص، عملوا المونتاج، زبطوا الفيديوهات، عملوا كثير، ما كان عم يعجبني مثل ما بدي، غير لحط انا لمستي ما كان عم يمشي الحال. ومستعد كفي على قد ما صحتي بتساعدني يعني. امين بقوه الله. صح. لانه السوشيال ميديا بدها تعب اكيد، وبدها جلاده، ما تفكريها شغل يعني منا هينه، بدها جلاده، بدها شغل، بدها مراقبه، وبدها تطور. يعني انا من جمعتين كنت عند حكيم العيون، عندي تعب بالعضل. من ورا الشغل بعد الدوام على السوشيال ميديا. اوكي. يعني قد ايه كان مردود هيدا الشغل على الواقع؟ أنا هيدا سؤالي، شغلك على السوشيال ميديا قد ايه كان له مردود على الواقع اللي أنت عم هو هيدا الواقع اللي أنت بتحضريه. هو هيدا يمكن هيدا 10% من الواقع اللي بقدر صوره. أوكي. بس في 90% ما بقدر صورهم، هو كمان التعب الزيادة.
يعني جاب لك السوشيال ميديا شغل زيادة أو العكس؟ أنا على طول بقول السوشيال ميديا هي بيز لكل شخص. لما أنت بدك تسألي عن اللي سمعها بدك تطلعي وين البيز تبعه، بتطلعي على البلاتفورم تبعه، هاني هو يعني صحيح. انت هيك بدك تشوفي اوكي اذا ضلوا يحكوا عن اللي سماحه، طب مين اللي سماحه؟ بدك تفوتي على بلاتفورم معينه تشوفي مين هيدا الشخص، هون بتعرفي. هات لنروح نشوف فيديو. يلا. ثلاث ايام وهي تجي وقال لها ما بدي قص لك، ثلاث ايام تقول لي بدي قص شعره طوله متر، شعره من اجمل الشعر، ثلاث ايام لا انا عتني انه انا قص لها. صحيح بيقولوا عني جزار كثير بغير له كثير بقص، بس على طول بعطيها تشانس للزبونه انه لا عندك تشانس لانه بدهم سنتين ليرجعوا مثل ما كانوا. انت مستعده تنطري هالسنتين؟ عن جد لا بس قال لا لقاص لا بس قال انه بيقولوا عنه جزار بلا الكل غرامه الجز ما بعرف ليش جزار. اعطيتها تشانس ثلاث ايام لحتى ما تقص ورجعت اجيت قالت لي بدي قص، قلت لها انه هي تشالنج، انت طالعه من يمكن حاله عاطفيه من مرحله هي تشالنج ما اعترفت لي مع انه بالعاده بيعترفوا لي بس قالت لي حبي غير هذا الطريق. قلت لها اكيد خطيبك مغروم بشعرك وانت تاركتيه وجاي تعملي مكيفي هم من الاخر. ليك مش بعيده بس لبقولها مصغروها يعني قد ايه كمان بتشتغل على نفسيات كل هالستات كل هالصبايا اذا حابين يغيروا لحتى يصغروا شوي لحتى يبينوا فرش اكثر. تمار كلهم بيجوا لعندي ليغيروا نفسيتهم. مش بتصدقيني هلا بالزلزال يعني مش انا طالع يمكن بس على الواتساب عم نزل ستوري، اول نص ساعه في 1000 فيوز على الواتساب. يعني كل العالم بتنطرني انا شو بنزل، قد ما لقيتهم ستريسي صرت نزل لهم نكت لانه بيتاثروا فيي. لانه بينطروني لانه بيعتبروني باور بوزيتيف لهم. ليك ونحن على طول بنقولها كارين وانا وكل الصبايا انه نحن بنرتاح للميك اب ارتست وللهير دريسر تبعنا. يعني انتم مصدر ثقه نجي الكونفيدان 100% الكونفيدان يعني كل اسرارنا بتكون صحيح. عندكم صحيح. طيب خبرنا هلا عم كنت مقرر تفتح سنتر جديد كامل متكامل، خبرنا شو صار بهذا المشروع. لاست تايم خبرتكم انه انا عم خلص السنتر تبعي وهلا خلص صار فيه كل شيء فروم اي تو زد لتحت. يعني بتبلشي من فوق من شعراتك بتخلصي يمكن اخر شيء بالليزر كل شيء. فيرست فلور هو الصالون للشعر والميك اب وكل شيء هيك، سكند فلور كله حكمه بوتوكس وفيلر، حكيم اسنان، هوليوود سمايل، في حلاق رجالي حدا كمان كثير موهوب. بدي اعطي ملاحظه ما بخلي حدا يجي لعندي او حدا ياخذ عندي كلينيك غير ليكون فعلا موهوب، غير لاعمل انا الريسيرش عنه، اعرف انه هو موهوب لاقبل يشتغل عندي او معي او نحن نعمل هيدي العائله، حتى بالطابق الثالث للجيم كمان الشخص اللي مستلمه حدا كثير موهوب، يعني هودي الاشخاص هن معروفين، هن اشخاص موهوبين، لانه انا في كثير ما بدي اقول انه بيلجأوا لاسمي ليجي يعملوا شهره على اسمي، كثير اجى ناس بدهم ياخذوا عندي، بس ما بقبل غير الموهوب، غير اللي انا بقتنع فيه، غير اللي بيقنعني اللي بيفهم لي راسي. بزحلمه هيك؟ صح، فكلنا عاملين عائلة الموهبة. اوكي. اللي هي بتجي لعندي بتقولي ما فيك تقولي عن حدا مش شاطر. أو حدا كلمة لو إلي مثلا غير شيء بهذا الموضوع ما في عندي. يعني فيها ست تجي لعندكم على السنتر وتقضي كل نهارها. كل نهار. إيه تو بامبر هير سيلف. بس بعد في الروف توب عم يطلبوا مني اعمل لهم يا مطعم يا نايت لشوف شو بيصير. حلو حلو حلو. بس ليش عم نحكي كانه المراه بس؟ يعني لا قلت كوافير رجال اولا أكيد. اللي بيقص للنسوان ما بيعرف يقص للرجال. صرنا 50-50 الرجال والنسوان عم يجوا 50-50 لعند، ان كان للبوتوكس والفيلر والحلاقه والجيم اصلا وان كان للتظبيط والشعر ولكل شيء صاروا 50-50 صرنا متساويين 100% يعني صاروا عم يعتنوا بنفسهم عقد ما بيجي نسوان عقد ما عم يجي رجال. حلو حلو الترتيب. صار الزلم يهتم بحاله مثل المرأة. اكيد هذا شيء كثير مهم. اليه طيب بظل الاوضاع اللي عم بيعيشها لبنان وتدهور العمله هلا رح نصير 70,000 نحن وعم نحكي للدولار، يعني انا مبسوطه فيك انتبه وعم اميزد يعني فيك، بس شو اللي بخلي اليه
مشجعة هالقد وهيت لأفتح سنتر وهيت لنشتغل بقصص فينا نقول عنهم كماليات، يعني مش أكل وشرب ومش مدرسة، مش عرفت شو قصدي؟ شو اللي بخليك مشجع هالقد؟ أول شيء أنا برأيي هيدا منه كماليات. لما كل شخص فينا كان زلمة أو مرة بده يقوم كل يوم يطلع على المراية قبل ما يأكل، هيدا منه كماليات، هيدا شيء أساسي صار. إيه بس أنا قصدي لي إنه في ناس الأكل ما معن جيب، عرفت شو قصدي؟ بيعتبروا هيدا شيء كماليات، هي بالتصنيف هيك بيعتبرون، بس أنت اسم الله يعني بقوة الله عم تشتغل وكل شيء، شو اللي شجعك إنك تقدم على خطوة تكبر؟ سيلف كونفيدنس. يعني الانفستيسمون اللي عملته أنا وقت عمرت السنتر هلا كان دولارنا 15,000. يقولوا لي انت مجنون، ما حدا ما كان في ولا ورشه عمار يمكن بلبنان كله. قلت له انا بدي اعملها، انا شايف انه انا بدي اعملها. الانسان بيطلع على الكواليتي تبع الناس اللي بتجي لعنده، يمكن على ليك قد ما مرقنا نحن بحروبات، قد ما مرقنا بازمات، قد ما مرقنا بهو، ما الشعب اللبناني معروف ما استسلمنا. واقف وواقف. وبعدين اذا لو شو ناطره لبنان ليروق بيروح عمرنا، بيروح عمري كنت ناطره. ما بننطر. بعدين انا بحسب معرفتي فيه لإلي، لانه ثالث مره على ما اظن بنلتقى انا وياه، اسمح لي ضيف بعد شغله على اجابتك لسؤال لكارين. البوزيتيفيتي اللي انت فيها والامل اللي عندك ياه ببكره دائما، هيدا الشيء بتخيل خليه انه ياخذ هيدا الريسك. أكيد. أكيد. يعني مش بس سيلف كونفيدنس، بتخيل انه قد ما بتشوف الحياه حلوه وقد ما عندك اصرار بانه بكره احلى، كبيت حالك إلي. صح. خبرك شغلي، في عندي مثل بضل يبرم ببالي، أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. بس أنا هالمثل ما بحب نفذه بحياتي، ما بحب أقول يا ريت ما تأخرت لعملت، بدي أسبق بعمل لحتى ما أقول هذا هالمثل. ما هو إجمالا بنندم على الأشياء اللي ما عملناها، ما بدي أقوله فأحسننا نعمل. فعندي إياه بضل هاجس براسي يبرم أنه ليش بدي أجي متأخر؟ لا، ما بدي أجي متأخر، بدي أنا أكون على طول بالطليعة. مقارنة لقبل إلي على أيام الألف وخمسة، خلينا نقول مثل ما ذكرت كارين أنه هلأ صار في أولويات إن بدنا أو ما بدنا، كيف الشغل؟ تمار بادو ديفيرانس. الحمد لله. يمكن هيك أنه بتقولي لي عم بحكي، بس بادو ديفيرانس حلو. يمكن في بعض الأشخاص بالوظائف الرسمية اللي معاشاتهم كثير محدودة، كمان في هون نقطة بدي أقول لك إياها، ما في حدا، ما في عائلة، ما في جروب، ما في، كل شخص بلبنان عنده حدا، عنده حدا بر 100%. ما في حدا ما عنده مصدر دولار، مش منه طمع، انتبه، منه انه نحن ايه، بس هيدي الحقيقه. ما في حدا ما عم يجي دعم من صيد، مش تسكيجي، لا. لما حدا من عائلتك برا عم يبعث لك، ما عم بيقول لك سكجي. بالزمان كان يبعث لك 1000 دولار، يمكن هلا صار عم يبعث لك 300، وعم تعيشي فيهم مرتاحه اكثر من قبل. هيدا الشيء كمان كواليتي العالم اللي بتجي لعنده غير، بدنا نحكي غير اكزاكتلي كواليتي قصدي بالماديه، مش كواليتي كارين. انا ما في عندي ديفرنس بال، لا لا انا عم بحكي مش انت، عاده العالم اللي بتروح هي العالم اللي قادره، مش العالم اللي مش قادره. طيب اذا بدنا نحكي عن الشعر شوي قبل ما نختم حديثنا، شو دارج هلا مقبلين على الربيع؟ ارجوكم ارجوكم يجي الربيع و... هلا اجت الشتويه صار لها يومين في انطفى قلبي. الربيع والصيف شو دارج؟ على طول بقول كل شيء دارج، بس انا على طول بميل للفواتح، على طول بميل للشعر الطويل، مع العلم انه مش عجبته انا طلعت بالمرة. لا 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 يعني لا, لا طول الشعر لا ولا لون الشعر. صار لي ساعه بتغزل فيك قبل الهوا، مع انه ايه قلت لي لا شفت الفرق بين من ميل للطويل، لانه على طول هو يمكن ترند، على طول بيقولوا الشعر الطويل اجمل، بس مش معناتها انه انا مش مع القصير، بالعكس ما نكون قمار، اسم الله عليكم. وبدك شعر ليكون في شعر طويل، انا ما عندي شعر. هيدا ما منعت الهم. بوجود الاكستنشن، بوجود الكويكيز، بوجود كل التدابير اللي بناخذها كرمال نغير لوك، هيدا ما منعت. هلا هو عم يحكي صح، بس مسابقة انا وياك ما بنتقبل شيء، يعني من رموش ولا شعر ولا اكستنشنز ولا شيء، بس طبعا يعني صار عندنا حل لكل شيء اكيد. اكيد. بعدين الشعر الطويل يمكن الكوافير بيتفنن فيه اكثر، مزبوط من هيك بتفكر؟ لك هو الفان فان.
مش انه قصه شعر طويل بيتفنن فيه او لا، بس على طول المدام او الدموازيل بتطلع انه بتميل على طول للصبيه الحلوه، الصبيه اللي عمرها 18 سنه، بتطلع بهذا العمر بتلاقي انه كل الاعمار صغار شعرهم طويل، إيه؟ فتلقائيا انت بتميلي لل شوي. الي اسمع مني واكيد بتعرف، ما تقولي لي على كبر شوي، مش حتكبر يا مني، كل ما شفتك كل ما صغرتي، ما هلا بعدني قايل لك منك صغران. بعرف ميرسي. انا مش رح اكبر، بتعرف ليه؟ لانه خص النفسيه. هاي اولا، بس على كبر شوي مش القصير بيصغرها للست. في 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 وجهه نظر. اكيد اكيد، بس قلت لك هلا مش مثل 2010، مش مثل 2000، مش مثل 1900. ما انتم كل ما عم تكبروا كل ما عم تصغروا، لانه صار في عنا عوامل بتحافظ على الجناس 100%. فهذا ما شو مقياس الشعر الطويل او القصير انه هو بيكبر او يزخر، بيساعد، بس ما انتم ما عم تتركوا حالكم، عم بتضلوا عم تضلوا. عروستك هالسنه كيف رح تكون؟ عروستي معروفة، نحن عم نشوف عروسهم، من أجمل العرايس. مزبوط، معروفة من أكثر العرايس اللي بتضاين، معروفة إنها كتير سبيسيال، ومعروفة البصمة طبعا. سينية. طبعا واضحة بتكون البصمة. بدك تعطي أدفايس لكل يلي يمكن شعرهم بده عناية شوي قبل ما ندخل بالربيع وبالصيف لاحقا، لأنه أنا قد ما بتعب نعرف أنه نعتني فيه يمكن بالشتاء أكتر، لأنه بالصيف حيتعب. قد ما بتعب بهذا الموضوع، أنه ضلكم اهتموا بحالكم، ضلني على مدار السنة اهتم فيهم، فبنوصل للصيف وللربيع ما منعاني من وراء مشكلة أبدا. يعني من كان من ماسكات، من كان من كيراتين، كان من كل العوامل اللي بتساعدنا لحتى نحافظ على الكواليتي تبع الشعر لحتى ما يتعب، بنكون ديجا عاملينها. بتوصل للصيفيه صحيح بتكون متعبه شوي للشعر وللزبونه على البيسين وعلى البحر، وصيفيه يعني، بس على الاقل بتكون مهيئه. بتكون مهيئه، بس عندنا نحن كلهم هالثلاث اشهر التريتمنت اللي بتكون عملتهم خلال ست اشهر القطعين بيكونوا كفيلين انه يداينوها ثلاث اشهر لو قد ما تعبتهم. بيرفكت. إلي سماحة، انبسطنا فيك قد الدنيا، مثل كل مرة بتكون فيها عنا، شرفتنا أكيد وموفق يا رب، وإن شاء الله هيك بيكون عنا مشوار على زحلة ومنزورك. مش إن شاء الله، رح يكون عنا بإذن الله. ناطركم، رح أنا أجي أخذكم بإيد اثنيناتكم. الله يرضى. ميرسي لك إلي، أهلا وسهلا فيك. نحن كمان.